لي اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم جدا وتثير الكثير من الجدل في مجال التغذية، هو الخبز. الخبز واش هو مسبب مسببات الغلط او السمنة، نعم ام لا؟ هذا السؤال الاول ليك السي نبيل عياشي، وطبعا الجواب تنعرفوا لان ما تتفوتكش الفرصه باش تقول لنا راه الخبز بريء من السمنة. نعم. ولكن كاين خبز وخبز. نعم. وطريقه ديال ماكله ديال الخبز او نعم. لا لا؟ نعم. صباح الخير سميرة، صباح الخير المشاهدين. اولا عندما نتحدث عن الخبز سميرة، خصنا لان يعتبر بين ماشي من بين يعتبر الماده الرئيسيه ولا الغذاء الرئيسي عند المغاربه. هذه مساله ما نجيوش نقولوا حيدوه، ما نجيوش نقولوا حيدوه، خصنا بعدا نعرفوا اش من خبز سنهضروا عليه، اشنا هو الخبز اصلا. لان للاسف سمحنا كاين مجموعه ديال الامور اللي تلقاوها في السوق واللي هي لا تمثل الكلمه ولا الاسم الحقيقي بالمعنى الحقيقي ديالو. فملي تنهضروا على الخبز باش نكونوا واضحين، باريزينا خبز ولا لا؟ الا مصايبه بديك الدقيق الابيض، لا لا باريزيانا بيضاء زعما، حيت كاينه باريزيانا مصايبه بالدقيق الكامل. لا لا، هذاك باريزيانا لا لا، ماشي خبز. انا بالنسبه لي ماشي خبز، ماشي خبز. صافي، سم قاتل يتم ادخاله لاجسامنا، واضح بالعربيه التعراب. دونك مي سي با سي ميم با كيك شوز اشتي، ماشي شي حاجه اللي ماده اللي خصنا نشريوها، ماده حتى شي حاجه غير تضر، ماده اللي خصنا نجتنبوها. كيف شي كيف ما تنهضروا على اجتناب المقليات، اجتناب السكريات، اجتناب الملح، اجتناب تخصنا نجتنبوا هذاك الخبز الابيض، واتحمل كامل المسؤوليه ديالي اليوم فيما اقول. ولو كانت عندي واحد شويه ديال المسؤوليه في اتخاذ القرارات، اول حاجه كنت نمنعها تباع في المغرب في الحوانت في المخبازات هو الخبز الابيض، لانه سم قاتل يتم ادخاله لاجسامنا للاسف. كيفاش؟ علاش سم قاتل؟ ما فيه والو سميرة، ما فيه والو، ما فيه والو، ما فيه حتى حاجه، ما تعنيش بانه سم. لا السم، انا نقول لك علاش السم، لان فيه فقط فيه دقيق ابيض، فيه دقيق ابيض اللي ما فيه لا فيتامينات، ما فيه لا فيتامينات ولا املاح معدنيه ولا الياف غذائيه. ما تعنيش انه سيضر، فيه تيضر. شنو اللي سيضر؟ من بين الاسباب ديال النقص في المواد في الفيتامينات والاملاح المعدنيه داخل. علاش؟ لان السكري سعرات حراريه خاليه، ما فيها حتى شي حاجه، عباره فقط على سكريات يتم ادخالها الجسم ديالنا باش نحولوها لطاقه. الجسم غير فقد المخزون ديالو من الفيتامينات ومن الاملاح المعدنيه. هذاك الخبز الابيض ما فيه حتى شي حاجه نهائيا. وبالاضافه لهذا للاسف لا اعمم، ولكن الاغلبيه ديال الخبز اللي تلقاه في السوق اللي تيتباع يتم اضافه السكر بنسب كبيره، ويتم اضافه ملح بنسب كبيره. فكيف لا ان نسمي هذا بسم قاتل؟ علاش؟ علاش؟ لان للاسف للاسف ما بقيناش نعطيو اهتمام لهذه المواد الرئيسيه. راه ما يمكنش ان واحد الماده غذائيه تتباع ونزيدوا لها السكر ونزيدوا لها الملح بشكل كبير ونجيو نبيعوها للناس بلا ما اننا نقولوها. هذه راه نورمالمون ما خصهاش دار، حيت في التعريف ديال الماده ديال الخبز ما فيش سكر. واخا ملي تجي تضيف لي السكر خصك تقولها، خاصك تكتب عليها خبز بدرهم ولا بجوج دراهم ولا بثلاثه دراهم يحتوي على سكر مضاف. كيف ما ملي تنحيدوا مثلا من الياغورت تنحيدوا السكر تنكتبوا 0% سكر اجوتي. دونك لا ميم شوز خصنا نكتبوها في الخبز. واخا ما عرفتش واش السؤال خصني نوجهه لك ولا لا، ولكن نعم. في الاختصاص ديالك اكيد غتكون عندك علم. واش كاينه رقابه؟ فين هي؟ واش كاينه؟ انا سنسولك واش كاينه رقابه؟ ما كايناش. انا ما تتبانش. انت تتسال نفس الشيء. انا تنتسال نفس الشيء. علاش؟ لان الماده الرئيسيه عباد الله راه ما يمكنش. حمايه المستهلكين ما كايناش. راه كانت حمايه المستهلك دارت واحد البيان مؤخرا، هضرات على هذا المشكل ديال الخبز، على هضرات المشكل ديال الدقيق، المشكل ديال هذا 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 الى اخره. اللي نهضروا عليه راه سهله، راه حنا الاعلام راه تنطلبوا. المشكل هو ان المساله باينه واضحه، هي ان هذه الماده الرئيسيه، لان مازال كون كنا تنهضروا على واحد الماده غذائيه ثانويه تنهضروا على الكروفيت ولا تنهضروا على تياكلوا واحد الشريحه معينه المغاربه ماشي مشكل. دابا حنا تنهضروا على ان كاينه شريحه كبيره المغاربه كلهم، وكاينه شريحه كبيره اللي عايشه بالخبز غير بالخبز. سي نبيل عياشي، نرجعوا للموضوع ديالنا ديال فقره اليوم. نعم. واش باريزيان مثلا اللي كليناه اعتمدنا عليه كمصدر ديال كخبز يومي، واش غيغلط؟ يعني هذاك اللي تنهضروا هذاك المسار الدقيق الابيض، حنا باقا في هذاك. نعم. البيض ماشي غير غيغلطك يا سميره، غادي يغلطك، يدير لك مشكل على مستوى الامعاء، يدير لك مشكل على مستوى القولون، يدير لك مشكل ديال القبض، يدير لك مشكل ديال ارتفاع ثلاثي الجليسيريد، يدير لك مشكل ديال ارتفاع الدهون على مستوى الجسم، يدير لك ارتفاع ديال الضغط الدموي. علاش؟ لان فيه مواد مضافه اللي ما خصهاش تكون فيه، هذه اولا، وفيه المواد اللي خصها تقي من هذا المشكل هذا حيدناها منه. وبالتالي فالدقيق الابيض لا فائده فيه. الناس اللي تيمشيو يشريو الخبز ب 26 ولا 30 ريال ولا بجوج دراهم، هو عباره على خبزه بيضاء، خصو يعرف بانه تيشري الضرر الجسم ديالو بجوج دراهم ولا بدرهم.
فلاخا باش باش نهضروا لغه ديال المغاربه. هذاك الشيء انا غادا نحيدوا دابا الباريزيان الخبز الابيض، اجي نهضروا على الخبز نعم الحقيقي بالنخاله، بالنخاله ديال الشعير ولا ديال القمح. مزيان يعتبر مادة غذائية تدخل في الوقاية من مجموعة من المشاكل الصحية، ويعتبر مادة غذائية اللي ممكن أن تساهم في العلاج من مجموعة المشاكل الصحية، وعلى رأسها مشكل القمط، على رأسها مشكل ديال المشاكل ديال الأمعاء، لأن غنجيبوا اللي غيساعدنا باش يكون عندنا لي بروبيوتيك، الألياف الغذائية اللي غتساعدنا باش نتخلصوا من الدهون، نتخلصوا من السموم، نتخلصوا من الكوليسترول، نتخلصوا من السكر الزائد، بالإضافة لهذا فيه فيتامينات وأملاح معدنية. خصنا نعرفوا بأن الخبز الأبيض سميرة راه أكثر من 80% ديال الفيتامينات والأملاح المعدنية تتمشي، راه تبقى فيه والو. بالاضافه للالياف اللي ما كايناش، لان الالياف فيه كاينين والفيتامينات والاملاح المعدنيه فيه كاينين، كاينين في النخاله اللي تتحيد. وبالتالي فملي تندوز انا من دقيق كامل، حيت حتى باش نفهموا دابا، حيت كاين شويه الماركتينغ للاسف كاين بزاف في الماكله، هذا سميتو دقيق كامل حيت فيه النخاله ديالو، الاخر اش خصو يتسمى الحين له النخاله؟ فارغ غير كامل او لا فارغ، باش ما نعطيوش هذه التسميه اللي غتقدر تاثر على المستهلك. حيت الا سميناه داك خبز غير كامل ما غتشريش، غياثر عليك. صح ما عمرنا ما فكرنا فيه. اشنو مشينا سميناه؟ ابيض. حيت سيجولي، حيت السميه بها. دونك اوليو باش نسميوه دقيق غير كامل او لا خبز غير كامل، سمينا دقيق ابيض باش لا مينا. باش نرجعوا للموضوع ديال الفقره ديالنا، واش الخبز الكامل شعير ولا قمح واش يغلط؟ يساهم في انقاص الوزن ويقي من الزياده في الوزن، ولا يؤدي الى مشكله السمنه طبيعة الحال، غير الا كليتي واحد السد الخبزات في النهار. ابخي الا كليتي السد الخبزات في النهار، الا شربتي 70 لتر ديال الجي دورونج ولا كليتي صندوق ديال البنان، سي نورمال. لا دوز حيت نهضروا على الزياده في الوزن. اشنو هي الزياده في الوزن؟ الزياده في الوزن مساله بسيطه جدا، يا اما عندك مشكل ديال الهرمونات، او لا عندك مشكل ديال داكشي اللي تتاكل ما تتحرقوش، مشكل سعرات حراريه. الخبز الكامل لاله سميره، الخبز ديال الشعير ولا الخبز ديال الزرع بالنخاله ديالو، يساهم في ضبط الهرمونات لان فيه الفيتوستروجينات، وبالتالي فيساهم ويساعد على ضبط الهرمونات سواء عند المراه ولا عند الرجل. هذا الخبز الكامل ولا الخبز ديال الشعير يقي من سرطان الثدي، ويقي من سرطان الرحم، ومن سرطان البروستات. علاش؟ لان فيه الالياف الغذائيه والفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي هما جبتهم انا باش نلعبوا لي هذا الدور هذا تو سامبلومون. امور واضحه. اجي دابا اجي انا وياك ندخلوا للبيوت المغربيه. زيد. البيوت المغربيه انا ماما ولا الامهات كاملين ولا حتى انا فاش نبغي نطيب الخبز في الدار تنديروا تنبغيو نديروا الخبز كامل يعني. ولكن ما عمرنا ما تنديروا الخبز كامل 100%، يا اما تنزيدوا معاه الفينو ولا تنزيدوا معاه الدقيق الابيض باش ما يجيش ناشف وكارم. كيفاش ناشف وكارم؟ راه تتشري البونج في هذاك الخبز الابيض ما يسالش. يعني هي غير طريقه فقط لحسن العطاء. ماشي طريقه، هي فقط ولفناها، هي فقط واحد العاده اللي ترسخات عندنا للاسف في الدماغ ديالنا. بحال كما قلت لك ذاك النهار، بحال ملي تاكل تفاحه بوحدها ما تزيدش فيها السكر، كاس الحليب بارد ما تزيد فيه السكر، تتخلطوا بجوج تزيد السكر. فقط مساله نفسيه. يعني علاش غنزيد معاه؟ علاش؟ دونك خاصنا نديروه الكامل. سميره الخبز الابيض بعدو منه الله يرحم ليكم الوالدين، عطيوه اتساع ما تشريوش، من غير الا كنا مسافرين جالسين في شي بلاصه جالسين شي سباريزيان. ماشي مشكل مره في الشهر، ولكن الاستهلاك اليومي راه كيف ما تنقولوا الفريت مره في السيمانه، المراده مره في الشهر، هذا خبز ابيض شهيتي شي نهار نص خبزه فيها الى اخره ماشي مشكل، ولكن باش يكون الاستهلاك اليومي باش نعتمدوا عليه ديال الفطور ديال العشاء ديال اليوميه تنستهلك هذاك الخبز الابيض، هنا مسألة صعيبة شوية. وخا اوبتيميزي لي شوز وباش نرجعوها مثالية. مزيان. الخبز الكامل بالنسبة لك فاش يتعجن شنو خصنا نضيفوا ليه؟ الماء. خميرة بلدية إلا كانت غيكون من الأفضل. ما كانش مثلا الخميرة نقدروا نخلطوا باش تطلع الخبز دغيا، الناس اللي ما عندهمش الوقت. إلا كانت الخميرة بلدية غيكون أفضل وغيكون أحسن. أنا بالنسبة لي بدون إضافة ملح، ولكن ممكن نزيدوا الكمون مثلا اللي تعطي واحد الرائحة رائعة للخبز وتتساهل باش أنك ما يبقاش ذاك المذاق ديال أنه مسوس. ممكن نضيفوا زرعة الكتان، ممكن نضيفوا الزنجلان، غير هما من الأحسن يتعجنوا معاها باش غادي يوجد الخبز. ملي تنهضروا على الاستهلاك ديال الخبز السمير، غير باش نفهموا، الخبز تيساعدني يخلي لي نسبه السكر في الدم مقاده، ما تيكونش عليه ذاك الارتفاع المفرط وتيهبط مفرط، وبالتالي الشخص المصاب بالسمنه خاصو انا بالنسبه لي ياكل طريف في الفطور، في الغداء، في العشاء. غتقول لي الكميه، غنقول لك بين 50 حتى 100 غرام، يعني بين ربع حتى النص، ولكن وان كان الكميه تختلف من شخص الى اخر. ولكن بطبيعه الحال لكن اذا كميه كبيره هي اللي غتعطيني المشكل ديال السمنه. لهذا فالخبز الله يجازيكم بخير، ملي تنشريو الخبز ملي تنطحنوا الزرع راه ما تنغربلوش، تيخصو يبقى بالنخاله ديالو، او على الاقل النخاله الرقيقه تتبقى فيه، والغليظه الا حيدناها نقرصوها، حيت سولتيني نقرصوا الخبز في النخاله الغليظه وتجي الجلديده زوينه، وتيكون تيولي عندي الخبز ماده غذائيه مفيده للجسم، ماشي فقط غير باش ناكل، تيولي هو تيجيب لي
فيتامينات المجموعه ب تيجيب لي المغنيسيوم تيجيب لي الفوسفور تيجيب لي البوتاسيوم تيجيب لي الالياف الغذائيه والجسم ديالك يستافد منه. سي نبيل عياشي شكرا لك على التفكير المهم جدا لكل البيوت المغربيه. نرجعوا للخبز الكامل ماشي الغير كامل. شكرا لك.